الإخوة والأحباب، كما تعلمون أننا نعيش يعني الحمد لله في هذه الأيام، ما زلنا نعيش في بداية عام هجري جديد. لما نقول نحن نعيش في بداية عام هجري جديد، لازم يعني مرة مرة نحتفل، مش احتفال يعني بمعنى الكلمة وأن يكون لنا عيد وخلافه، وإنما المقصد أن الإنسان يتذكر وذكرهم بأيام الله. لأن العام الهجري بالنسبة للمسلم وخاصة الذين يعيشون مثلا في أوروبا، سواء في إيطاليا ولا في دولة أخرى، مش تعرف لما بنعيش في دولة عربية دولة إسلامية بتكون في بعض الأمور التي تذكرنا ببداية ببداية العام الهجري. لأن ده يعني أنا بشوف في 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 في, في معرفة بداية العام الهجري ومعرفة الشهور العربية المحرم وصفر وربيع أول وربيع تاني وجمادة أول وجمادة تاني ورجب وشعبان وبدايات الشهور والاحتفاء بها، بشوفها من تعظيم شعائر الله. لأن أصلا عندنا كثير من العبادات مرتبطة بهذه الأشهر، وشهر رمضان الصيام مرتبط بشهر رمضان، شهر محرم في عاشوراء، وإن كان فيه الكثير من بعض الفرق الإسلامية بتقوم فيه ببعض، مش ببعض ده، بكثير من البدع والخرافات وهذه الأشياء. لكن نحن في الأول وفي الأخير مأمورين بسنة فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سنة اللي الصيام. وحينما يأتي شهر ربيع بنتذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يأتي شهر رجب بنتذكر الأشهر الحرم، ثم شعبان اللي هو بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وحينما تأتي بعد ذلك الأشهر المعلومات اللي هي شهر شوال وذي القعدة وذي ليه والحجة. يعني إذا معنى ذلك أن وبعدين أشهر الحج، فهذه أمور نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى فيها بعبادات، فلا بد وأن نهتم بها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فموضوع الهجرة لما نعيش مثلا نكون عايشين في إيطاليا، ولازم الإنسان المسلم بفعل أنه مرتبط ببيت الله سبحانه وتعالى وعنده أسرة، يعني يعرف أولاده يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا تذكرت في خطبة الجمعة تحدثت عن محبة الله، وفي درس السبت بالأمس تحدثت عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن من أهم الأمور التي تدلك على محبتك الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك أنت تكون محب لسنة النبي ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن السيرة هي التطبيق العامل للقرآن ولليه وللسنة، فتكون محب للاستماع إلى السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الصحيحة. لأن برضو بعض كتاب السير أدخلوا كثير من الأحاديث الضعيفة وكثير من الروايات الوهية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقول السيرة بنعتمد على الروايات الصحيحة في هذا في هذا الميدان. فبتقرأ في كتب السيرة، تقرأ لأولادك وتعرفهم بأيام النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون مع أبنائهم. عبد الله بن مسعود يقول كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم كما نعلمهم سور القرآن الكريم. فيعني كما يتعلمون السور من القرآن وحديث النبي يعلمونهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الأحداث المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حدث الهجرة. وحدث الهجرة كان ليه ترتيبات معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي مثلا بين عائشة وضحاها ويهاجر للمدينة، وإنما كان ليه أسباب. وأنتم تعلمون مثلا أن من أهم الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة المنورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي كثيرا في مكة المكرمة. شوف الرسول قضى 13 سنة اللي هي السنوات الدعوة المكية، يعني قوبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالإذاء والاضطهاد منذ أن جهر بالدعوة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث سنوات الأولى في الدعوة السرية، وبعدين لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وجهر النبي بالدعوة، خلص قوبل بالإذاء والاضطهاد والتعذيب هو والصحابة. فلما كثروا عليهم التعذيب والاضطهاد نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى الحبشة، لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده واحد. وهاجر الصحابة مرتين الحبشة، الهجرة الأولى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة. وبعدين البعض يعني أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيأخذ بالأسباب في الدعوة لله سبحانه وتعالى، يجلس مع هذه الوفود ويجلس مع هذه الوفود، الوفود التي تأتي إلى مكة، لأن مكة مشهورة بالتجارة، وفي نفس الوقت في ناس يأتون إلى البيت الحرام، فالقبائل بتأتي من حول المكة وفي نفس الوقت من المدن المجاورة.
فمن ضمن الوفود التي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الايه من الاوس كانوا جايين من المدينه, فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم عن الايه عن الاسلام, فامنوا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ده يعني شوف بياخد بالاسباب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رجع هذا الوفد وجلس يتحدث مع الناس في المدينه عن الايه عن الاسلام, في العام التالي جاء مجموعة من المدينة اللي هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى, تسمى بيعة العقبة الأولى, وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمور الدين والعقيدة الإسلامية المعروفة لنا جميعا, لكن لم تكن فيها مثلا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أي شيء. ولما رجع هذا كان تقريبا 11 رجلا أو 12 رجل, 10 من الأوس واثنين من الخزرج, ولما رجعوا إلى المدينة أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب ابن عمير. سيدنا مصعب ابن عمير يعني تخيلوا مثلا نحن لما نسمع مثلا عن غزوة من الغزوات اسمها غزوة الايه غزوة المدينة, احنا مثلا سمعنا عن فتح مكة في العام الثامن الايه الهجرة صح ولا لا, وفي غزوة تبوك وغزوة الطائف دي كلها مدن حول ايه, انما لم نسمع عن غزوة المدينة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة ايه عنوة ولا لا, وإنما مصعب بن عمير لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الوفد بعد بيعة العقبة لكي يعلم الناس القرآن, ما كانش فيه لسه كثير من الأحكام الشرعية, لأن كثير من الأحكام الشرعية لم تفرض بعد, لأن في السنوات الأولى في الدعوة كان كلها تربية الصحابة على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان وأركان الإيمان, إنما معظم شرائع الإسلام فرضت فين في المدينة المنورة بعد هجرة النبي, الصيام الزكاة الحج إلى آخر هذه الأمور. فما سيدنا مصعب يجلس مع الناس يتكلم الإسلام والله بسيط وسهل, يجلس مع هؤلاء يتكلم عن الإسلام مع هؤلاء يتكلم معهم عن الإسلام حتى اعتنق كثير من أهل المدينة للإسلام. وبعدين لما جلسوا مع بعضهم هكذا قالوا يعني كيف إن إحنا يعني جالسين آمنين في المدينة والرسول بيضطهد ويعذب في مكة ويطارد في جبال مكة, ده إحنا لازم نذهب للرسول صلى الله عليه وسلم و يعني نتحدث معه أن يأتي معنا إلى ليه إلى المدينة. وبالتالي في العام الثاني بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة ليه الثانية, وكانوا تقريبا يعني أكثر من 80 رجل. وبعدين بقى لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كما روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح في الحديث عن سيدنا جابر بن عبد الله بيقولوا له يا رسول على من نبايعك يا رسول الله, يعني ما الذي تريده منا على من نبايعك يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذ بالكم بقى من بنود المبايعة, لأن دي ترتيبات مهمة. الناس لما تتحدث عن هجرة أحيانا يتحدثوا عن غار حراء ولا غار ثورة عفوا والحمامة اللي باضت, ودي كلها روايات ضعيفة وهي لا علاقة لها بالسيرة الآخر هذا الأمر, بس لم يذكروا الترتيبات يعني كما يعني أحيانا الناس تيجي تأتي إلى المسجد ولك بسم الله ما شاء الله صرح إسلامي عميق وكبير, لكن لم يشعروا بالمراحل التي سبقت هذا الصرح وكيف كان تاريخ شرائه ومن الذي يقف خلف هذا إلى آخر هذه الأمور. فكذلك لابد أن احنا نعلم ما هي الترتيبات, والرسول كده لم يهاجر المدينة هكذا وإنما أخذ عليهم عهود ومواثيق. فبيقولوا على من أبايعك يا رسول الله, فقال بايعوني على خمس حاجات: السمع والطاعة في النشاط والكسل, النفقة في العسر وليه واليسر, وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعلى أن تقولوا الحق لا تأخذكم في الله لومة لائم, وعلى شو بقى دي الأمر المهم, وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم, على أن تنصروني إذا وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم كما تمنعون نساءكم وأبناءكم, تنصروني أو تمنعوني يعني إذا قدمت إليكم كما تمنعون نساءكم وأبناءكم. وبعدين قالوا وما لنا يا رسول الله, قال ولكم للجنة. طيب الشرح بتاع الأمر قال بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل, يعني تسمعوا وتطيعوا في كل أمر من أمور الايه الدين, إن بعض الناس الآن بيتفلت من بعض أحكام الشريعة ياخذ اللي على هواه, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ايه ببعض. طب ما بديش صلاة الفجر ليه يا عم, ده مش ده اللي في بيتكاسل في مشقة, قال لك بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والايه والكسل. لماذا لا تنفق مثلا على عمارة بيت الله يبقى يتكاسل, لا بايعوني على النفقة في العسر وليه واليسر, يعني سواء كان معكم أموال كثير أو معكم أموال قليل لازم تنفقوا, لأن من أهم يعني أمور الإسلام التضحية. وبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعلى أن تقولوا يعني الحق
حتى ولو على أنفسكم ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. وعلى أن تمنعوني يعني تنصروني وتحمون تقومون بحمايتي. فقام البراء بن معرور، والبراء بن معرور ده كان رئيس الوفد، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال نبايعك يا رسول الله. ده احنا يا رسول بقوله بقى ده احنا يا رسول الله أبناء الحرب وأبناء الحلقة يعني السلاح يعني، ورثنا هذا الأمر كابرا عن كابر. وفعلا إن أصلا الناس في المدينة كانوا يتحاربون فيما بينهم، تعرفين يعني الأوس بتحارب الخزرج والخزرج مش عارف بتحارب مين، ده كان في حرب داحس والغبراء استمرت 40 سنة في قتال بسبب إيه؟ بسبب ناقة وبسبب أشياء. انت عارف دايما الدم العربي سخون، كمان دايما تلاقي الانسان الايطالي مثلا لو 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 لو, لو ضربت سيارته ولا عملت معاه شيء انسان هادي كده بارد، لا اقصد بكلمه بارد شيء يعني، انما هادي هكذا. انما طب تعالى اعمل اي شيء في الفلان تلاقيه نازل وصوته عالي وهكذا. وانتم شايفين الدول العربيه ما الذي يحدث فيها، تقلبات التي نراها ليلا ونهارا وهذه الاشياء. فكانت بتقوم بينهم كثير من الحروب بسبب الايه، بسبب الطبيعه. هي برضو الانسان العربي له طبيعته وله نمط وشخصيته. فقال له، فبيقول للرسول صلى الله عليه وسلم نحن ابناء الحرب، احنا مولودين في الايه، في الحرب، احنا يعني هنحميك، معنى الكلام يعني سنحميك يا رسول. فقام صحابي جليل اسمه ابو الهيثم بن التيهان بيقول له عم، بيقول كانه بيقول للبراء بن معرور يعني اهدى بس قليلا، احنا الامور مش مجرد نبايعك يا رسول الله وبعدين الرسول يجي عندنا ونخزله. بعدين بيقول له يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا لقاطعها. احنا في بيننا وبين اليهود اللي في المدينه ايه، عهود ومواثيق، وانت اصلا لو نصرناك، شكرا الحجام، لو نصرناك يا رسول الله وبايعناك وهذه الاشياء وجئت عندنا، فالحبال هذه والمواثيق هذه ايه ستقطع، فهذه المواثيق سنقطعها يا رسول الله. شوف الكلام. فهل بيقول له يعني فهل عسيت ان نصرك الله سبحانه وتعالى يعني على قومك وحميناك يا رسول الله، فبيقول له هل ستعود إلى قومك وتتركنا، يعني هل حترجع لمكة بعد كده وتتركنا يا رسول الله. هو يريد أن هو يعني هو عارف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيكون معهم، لكن يريد أن يعرف الصحابة ويأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وعد بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة العربية المشهورة بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم، أنا منكم وأنتم إيه مني. ودي بتعد من أفضل يعني من 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 أكثر المناقب التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. رغم أن الرسول ولد في مكة ولكنه قال للمدنيين أهل المدينة أنا إيه، أنا منكم، أنا خلاص من ساعة ما هاجر المدينة كأنه بيقول أصبحت إيه، أصبحت من أهل المدينة، أنا منكم وأنتم إيه وأنتم مني. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة هل ظل في مكة؟ لا، ده جلس فيها أيام ورجع مع الأنصار للإيه؟ للمدينة، وتوفي في المدينة، وما زلنا إلى الآن نزور مسجد النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في المدينة. لأن الرسول قال لهم في بيعة العقبة أنا منكم وأنتم إيه؟ وأنا منكم وأنتم مني. فقام خلاص كده الصحابة يبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقام واحد من الصحابة الآخرين قال لهم ماشي مفيش مشكلة، البيعة دي سهلة، نحن بايع، بس لازم انتوا عارفين انتوا برضو بتبايعوا على ايه، يعني خليكم يعني كأنهم بيعملهم يقظة، يعني بينبههم بيقول لهم يا قوم انكم تبايعونه على حرب الأحمر والايه والأسود، وانتوا بمجرد ما تبايعوا الرسول وحيأتي عندكم الرسول ده كل العالم حيحاربكم، اليهود وكفار قريش والقبائل المحيطة والفرس والروم، انكم تبايعونه على حرب الاحمر والايه والاسود، خليكم يعني لو انتم فعلا انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود وعلى نهكة الاموال وقتل الاشراف، يعني اموالكم خلاص ما تفكروش في الاموال، انه الاموال بتاعتكم ده هتضحوا بها في سبيل الله، والاشراف اللي هم السادة ورؤساء القبائل ده هيدخلوا في غزواتهم ومعارك ممكن ايه وموتوا.
فلو أنتم عارفين من نفسكم أنه إذا نوهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه، يعني هتخزلوا النبي وتقولوا خلاص احنا كده مش هنقدر نكمل، فمن الآن قولوا له من الآن. ولكن إذا أنتم عارفين أنكم رجال فعلا وتستطيعون حماية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي والدفاع عن الدين فخذوه، فهو والله خير الدنيا والإيه والآخر. يبقى إذن كده عرفهم ليه، لأن الموضوع مش موضوع عاطفة، مش موضوع نبايعك يا رسول الله وتعالى عندنا يا رسول الله ونحميك يا رسول الله وبعد كده لا نجد رجال يحمون النبي. فلما علموا الأمر هكذا وفي تضحيات وفي قتل أشراف وفي تضحية بالمال قالوا نبايعك يا رسول الله. شوف الرجال اللي كان حوالين الرسول في البداية، وبالفعل قاموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيقولوا يا رسول الله وما لنا، طب ايه اللي لنا بعد كده؟ يعني انت قلت لنا قتل الأشراف ونهك الأموال والسمع والطاعة وكل شيء، طب ايه اللي هيعود علينا؟ زي انتوا عارفين مثلا كأن الرسول بيحقد معهم اتفاقات دبلوماسية، بس هي في الدين، يعني الاتفاقيات بين الدول قائمة على ليه؟ على المصالح. إيه اللي هتستفيدوا هذه الدولة من هذه الدولة، وما الذي يستفيد هذا من هذا؟ فقولوا وما لنا يا رسول، هنستفيد إيه من الموضوع ده كله؟ يعني أنا نحن مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا ننسى أن دحيبة في حرب الأبيض والأسود والأحمر ونوكث الأموال وقتل الأشراف وتضحية. هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم الملك من بعد مثلا؟ والخلافة من بعدي، وأنتوا هتبقوا أصحاب دولة وأصحاب سيادة، وإنما قال ولكم ليه الجنة، بس هي كلمة واحدة فقط لا غير. شوف كل الأحداث اللي مرت ديت، وأبو الأيس من التيهان يقوم، والعباس بن عبادة يقوم، والبراء بن معرور يتكلم ويقول، والرسول يأخذ على هذا هود ومواثيق، طب إيه اللي لنا؟ قال لكم الجنة. يعني خلاص يعني. فقالوا نبايعك إيه يا رسول الله، وبالفعل بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى ليه؟ إلى المدينة المنورة كما نعلم، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في المدينة المنورة بعد أن بنى المسجد وعمل عملية اللقاء بين المهاجرين والأنصار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم معالم الأمور التي تكون بين المسلم وغير المسلم، لأن المدينة فيها يهود وفيها أوس وفيها خزرج وفيها كذا وفيها كذا، يعني ناس من متعددي ليه؟ المتعددي الأمور في هذا الوقت، يعني زي ما احنا عايشين مثلا في دولة غير مسلمة فيها كذا فيها كذا فيها كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين العلاقة بين المسلمين وبغير المسلمين كيف ستكون، وما هي إلا سنوات معدودات، ونصر الله سبحانه وتعالى ليه الإسلام، وأعز الله عز وجل ليه المسلمين، وعظم هؤلاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت في مدارس الأمس، لما عروة بن مسعود لما أرسلت القريش لكي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية من بعد، وبعدين أرادوا تقرير من أنه مبعوث دبلوماسي بعثته القريش لكي يتفاوض مع الرسول، فلما رجع فبيقول لهم الأمر، فقال لهم والله أنا وفدت على الملوك والقياصرة والأكاسرة، فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله يا جماعة أنتوا يعني شو تعرف ده اسمها ده، هو كلم يدخل في الإسلام في هذا الوقت، ما كانش دخل في الإسلام، بس بيدي تقرير عن زيارة للنبي وعن تفاوضه مع النبي. فقال لهم ما تتعبوش نفسكم، يعني الرسول سيرجع لكم مكة هيرجع لكم مكة، والإسلام هينتصر. قال لهم أنا ما وجدت ملكا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. والحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح. فنحن فعلا محتاجين نبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبايع أنفسنا على هذه الأمور التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، السمع والطاعة في النشاط والكسب والنفقة في العسر والعسر، وعلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتبخير سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى جمعنا جمعا مرحوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.